اجتمع سعاده الدكتور عبد اللطيف برشده زياني وزير الخارجيه اليوم مع معالي الدكتور سوبرا مينيام جاي شانكر وزير الشؤون الخارجيه في جمهوريه الهند الصديقه وذلك بمناسبه زيارته لمملكه البحرين المشاركه في منتدى حوار المنامه وفي اجتماع اللجنه العليا البحرينيه الهنديه المشتركه التي تعقد غدا وتم خلال الاجتماع بحث مسار العلاقات الثنائيه القائمه بين مملكه البحرين وجمهوريه الهند واستعراض سبل تعزيز تلك العلاقات والارتقاء بها الى افاق ارحب بما يلبي التطلعات والاهداف المشتركه كما تم تبادل وجهات النظر ازاء مختلف القضايا الاقليميه والدوليه والاوضاع في منطقه الشرق الاوسط والجهود العربيه والدوليه الراميه الى احلال السلام الشامل في المنطقه